أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان